السلام عليكم. أكد وزير الصناعة أحمد زغدار في وقت سابق أن سنة 2022 ستكون سنة الإفراج عن ملف استيراد السيارات، ووعد الوزير أن منح اعتمادات للوكلاء لاستيراد السيارات سيكون فوريا، وذلك بعد الإعلان عن دفتر الشروط قبل نهاية شهر جونفي الجاري الذي لا تفصلنا على انتهائه سوى 4 أيام، وستكون الأيام الباقية من شهر جونفي فاصلة في ملف السيارات، أين ينتظر وكلاء السيارات تجسيد الوزير لوعوده في الإعلان عن دفتر الشروط وبداية دراسة ملفات الوكلاء وتوزيع الرخص النهائية للاستيراد. وقال وزير الصناعة أن أكثر من 66 متعامل وضع ملف تركيب السيارات لدى قطاعه، منهم من حظى بالرفض ومنهم من تم التحفظ، كما سيدرس دفتر الشروط الجديد كل نوع على حدة عكس ما كان عليه في السابق، أين كان الدفتر شامل كل المركبات النفعية والسياحية والحافلات، وسيتم الإعلان عنه نهاية شهر جونفي 2022 إن شاء الله، الذي سيكون أكثر مرونة مع المحافظة على نوعية السيارات. وفي الأخير عزيزي المشاهد، واش رأيك، ستفرج في هذه الأيام القادمة إن شاء الله أو ما زال مطولين في هذا المسلسل تاع استيراد السيارات؟ سلام.